هلا عندنا السؤال رقم ثلاثة اللي هو اظهر لوحه الثقه عبر المعادله انتبهوا منيح مش عبر الدائره عبر المعادله شو المعادله بتقول بتقول, بتقول المعادله اللي كيو بيساوي يحلقني اللي هي المعادله بتساوي بي زائد اي ضرب اي بار ضرب اي بلس بي بار كلهم سوا بار مش هيك بقى شوف شو القصة بنحط صفر صفر ماشي صفر صفر بنحط بي بقيمتها صفر والاي بقيمتها صفر صح؟ هلا عندنا هون مش اي عندنا اي بار يعني اذا كانت الاي صفر الاي بار شو بتكون؟ بتكون واحد ضرب عندنا هون شو؟ إيه بلس بي بار عم نفهم؟ صفر 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 الاي بلس بي بار بنفهم كيف؟ وكلهم سوى بار. صح؟ إذا الكيوب يساوي صفر زائد عدد ما بيأثر شيء، صح؟ عدد أي عدد له صفر ما بيأثر شيء، لذلك هو ما لهم طعمة. نيجي لهون. صفر زائد صفر صفر مقلوب واحد، مزبوط؟ صفر زائد صفر صفر مقلوب واحد واحد ضرب واحد واحد ضرب واحد واحد مقلوب صفر زائد صفر بيطلع الجواب صفر اذا بنحط هون شو صفر ماشي رجعوا عيدوا الفيديو لحتى تفهموا اكثر